شعارنا فندق الصلاة يا أهلي يا أسطورة، كل يوم بطولة، دي حقيقة مش كلام. أبطال كرة اليد مواليد 2000 فازوا منذ أيام ببطولة الدوري المصري قبل نهاية الدوري بثلاث مباريات. ما شاء الله الطايرة قبل نهاية الدوري بمباراة، وأيضا الرجال مواليد 2000 أو الشباب مواليد 2000 قبل نهاية الدوري بثلاث مباريات حسم اللقاء، كابتن يحيى يوسف المدير الفني وشبابه. خليني ارحب بيهم اللي شرفوني في الاستوديو الاول، كابتن يحيى يوسف طبعا صاحب هذا الانجاز، والحقيقه كل سنه ما شاء الله كابتن يحيى بيجيب لنا بطوله. كابتن يحيى اهلا بيك. اهلا بيك كابتن هيثم، ربنا يخليك. والف مليون مبروك. والله يبارك فيك. ارحب طبعا بنجوم الفريق، كابتن عبد الرحمن حميد طبعا ده حارس مرمى الفريق، اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك، نورنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. برحب طبعا بسنتر فيرود الفريق ياسر محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، نورنا وشرفنا والف مليون مبروك. الله يبارك حضرتك. مرحب طبعا بالوينج ليفت احمد اسامه، اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك، نورنا وشرفنا. بنورك والله. كابتن يحيى كلمنا عن الانجاز، 24 مباراه نخسر مباراتين ونتعادل مباراه قبل نهايه الدوري بثلاث مباريات، اكيد ما جاش من فراغ. طبعا الحمد لله طبعا ان احنا كسبنا الدوري، بس احنا ما خسرناش لغايه دلوقتي ولا مباراه. الحمد لله لعبنا 24 مباراه وفاضل مباراتين، اتعادلنا مع مباراتين بس في مع يعني الهلال، ما خسرناش ولا مباراه. يعني الحمد لله هي تعادل بس. الحمد لله تعادلين، اه بنقطتين بس، هو افتقاد الفريق نقطتين بس. طبعا بقول الحمد لله لكنادي اهلي والجهاز الهاندبول والفريق 2000 كلهم واحد واحد. انا عندي 29 لعيب كلهم بصراحه في الانجاز ده كله. معايا جهاز برضو كابتن احمد فخري اداري الفريق، ومعايا الدكتور ايهاب برضو اللي هم عامل ومؤثرين جدا برضو معانا. طبعا بدايه الجهاز من كابتن عاصم ومحمد عادل، وطبعا ليهم برضو راس الجهاز، راس الجهاز طبعا مهمين جدا. اما الفريق بصراحه سنه تعب جدا، الحمد لله فضل من عند ربنا واجتهدوا وتعبوا من اول موسم، من اول ما بدينا. بدأتوا اعداد امتى يا كابتن احمد؟ بدينا في بعد على طول رمضان، على طول بعد العيد على طول بدينا، عشان كان في سنة ثانوية عامة، فبدينا الحمد لله بعد العيد. او كان تقريبا 10 شهور بتشتغل يا كابتن. بالظبط. الاجازات بتيجي بفراغ، ولكن الاجازات بتيجي بعمل وجهد كبير. اكيد طبعا. وكان اول كمان اجتماع لينا مع الفريق الحمد لله، ان احنا كنا مصرين وهدفنا هو واحد، ان قايل لهم في الاول اجتماع احنا لازم من دلوقتي كهدف لينا هو الاول. ان الفرقه دي كانت مقصره في حق نفسها شويه، الفرقه دي انا بقول لهم انتم مقصرين في حق نفسكم شويه، عندهم امكانيات كبيره عندهم امكانيات وكل حاجه، بس عندهم شويه كسل شويه، فما كانش في بطوله. الحمد لله دي اول بطوله. كابتن كسل مين بقى؟ انصح اول بطوله بيشتغل تمرينتين في اليوم واديله بقى الحمد لله الطبيعي. وهم كانوا قد المسؤوليه بصراحه، يعني صحيح. واحد واحد الفريق كله كان قد المسؤوليه وتعبوا، وكان بيجوا على نفسهم كتير في امتحانات او مذاكره وثانويه عامه، وفي ناس في الجامعه طبعا اكيد تعبوا، وعندي اصابات كتير وكان بيجوا على نفسهم الحمد لله. وربنا. عندك اصابات قد ايه يا كابتن؟ على مدار الموسم ولا اخر حاجه؟ لا قول لي على مدار الموسم. على مدار الموسم حاليا فقدت خالص ثلاث لعيبه، افتقدهم خالص، ولعيبه اساسيين اسئله جامده، يعني كسر خلع الكلام ده كله. بصبت. عندي طبعا لؤي، عندي تامر، احمد تامر، عندي لاشين وهو معانا في الاستوديو النهارده هتشوفه دول طبعا مشرفنا. اما الباقي كسر بجد بيقعد بالشهر ونص لحد كلها وعانيت اخر ماتشات كمان قله العدد مش قله العدد، الحمد لله عندي عدد او كل حاجه. والميزه في الفريق ده ان انت عندك يعني بدل واحد عندك اثنين، عملنا بديل الحمد لله. عندي المفروض القائمه 30، انا مسجل 29 لعيب الحمد لله. الفرقه دي يعني مع الوقت هتبقى كويسه ان شاء الله، ان يبقى في يعني في المراكز بدل المركز بيبقى في واحد او اثنين، لا في ثلاثه وفي اربعه، وده بيدي حافز للعيبه وللنادي كمان ان هو يطلع اجيال مع عندنا كام لاعب في المنتخب يا كابتن في الفريق تقريبا؟ مع وجود الاصابات دي كانوا الاول كانوا خمسه وزياد بقوا سته، ف واثنين اصابات وكده، فحاليا اربعه موجودين ما شاء الله. اربعه موجودين في المنتخب، وكانوا لسه جايين هم من قيمه ثلاث اسابيع من البحر المتوسط، وحصلوا على المركز الثاني كان ياسر وكان حميد موجود معاهم. طب قول لي يا كابتن، اخر مباراه اللي حسمت فيها الدوري كلمنا عنها، عشان دي كانت يعني فيها شويه تركيز وكنا مركزين معاكم. هو بص حضرتك كابتن هيثم، هو الفيصل كان في ماتش زمالك وفي اسيوط الاثنين ورا بعض. الزمالك كان يوم الحد اللي فات. الزمالك لو العادي بتاعنا احنا مش مضغوطين، يعني انا ضغطت الولاد
وهم كمان ضغطوا نفسهم ان هم بالنسبه لهم اول عايزين يخلصوا بدري، عايزين بالنسبه لهم اول مره يحققوا بطوله بالنسبه لهم، فتعبوا قوي طول الموسم فكان ضغط عليهم كتير، فكانوا مشدودين جدا اول الماتش. كمان هو المستوى لو بلعب الزمالك عادي من غير ضغط انا اعتقد ان انا ممكن اديله 10 يا 12 كتير، بس هو فلس واحد للاسف يعني. لا كسبنا مش الحمد لله، الحمد لله طبعا الحمد لله كسبنا وخدت الهدف من المباراه. هو ده الهدف بتاعنا يعني، معلش لو خد الله كان حصل حاجه انا عندي ماتشات بعد كده ممكن مشكله. انت عايز تحسن بدري بالظبط، احنا واخدين عهد على نفسنا للفريق كله ان شاء الله السنه دي ان شاء الله نخلص ال 26 مباراه بدون هزيمه ان شاء الله. حتى الثلاثه اللي فاضلين لك عايز تكسبهم، هم فاضل الماتشين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عندي يوم 14 الجزيره في الجزيره، وعندي يوم 15 الخميس الجاي الشمس في الشمس. شكرا لك على نهايه الموسم الجدول الهزيمه ان شاء الله ان شاء الله كفايه. اروح طبعا للجول كيبر عبد الرحمن حميد، طويل عبد الرحمن ما شاء الله يعني حارس مرمى تجيب كل الكور اللي في الزوايا وكل حاجه ما عندكش مشكله. كلمنا عن الموسم عبد الرحمن، قول لي تعبتوا ازاي، بداتوا تمرين امتى، انتوا كنت عندكم هدف البطوله ولا لا؟ هو احنا اجتمعنا اصلا قبل بدايه الموسم بثلاث شهور يعتبر يعني، ما احناش نتمرن كتير، وكان في اول اجتماع كابتن يحيى اتفق معانا ان احنا جايين ناويين ان احنا ناخد دوري وكاس، واتكلم على صعوبه السنه وان يعتبر تلات ارباع الفرقه اصلا ثانويه عامه، فاتكلم مع التضحيه وان احنا نقف وقفه رجاله مع بعض كلنا قبل اصلا بدايه الدوري او بدايه السيزون كله، فاحنا كلنا ضحينا، وكان اللي بيروح منتخب وبيرجع منه والفرقه برضو اللي موجود بيشيل يعني، ما كانش في حد مقصر في حق الفرقه. انت مع المنتخب مش كده؟ اه الحمد لله. كنت يعني شاركت مع المنتخب خلال الموسم كام بطوله؟ رحت كام تجميع؟ يعني بعدت عن فرقتك قد ايه؟ لا هو احنا كنا بنبع بالاسابيع، ورحنا لعبنا بطولتين السنه دي، البطوله العربيه في شهر 11 وبطوله البحر المتوسط الشهر ده في اول الشهر. لعبتوا بطولتين فبعدت عن الفرقه شويه، بس بترجع بتلاقي فرقتك جاهزه وبتتمرن. لا وهم كمان بيشيلوني يعني، يعتبر انا برجع مجهد او تعبان بيبقى في بديل اللي بيلعب او شيني الفترة دي. طب عملت ايه في موضوع المأساة الكبرى المذاكرة بقى؟ تضحك طبعا. العذاب الأليم بتاعك. والله لسه بادئ ألم بعد ال بعد يعني لسه دلوقتي بدأت آخد دروس إن أنا ألم الدنيا الصراحة. شوية. أنت في سنة كام؟ تالتة ثانوي. تالتة ثانوي. بدأت تلم الدنيا طبعا، مشاركة مع المنتخب والنادي كمان بطولة. فدلوقتي بقى تفرغت للمذاكرة عشان تقدر تحقق. لا ما تفرغتش برضه، ما في تمرينات وماتشات بس أنا ما تفرغتش برضه يا جماعة عندي تمرين. بس يعني على قد ما بحاول بكثف دروسي أو كده في الوقت الفاضي يعني. بس لازم تتفرج بقى، انا اقول لكابتن يحيى خلص الماتشين دول بدون هزيمه وخليك تتفرج ان شاء الله. طب قول لي يعني مش هلعبهم والله. هو اصله مش هلعبهم. ماتش الزمالك اللي فات ده بصراحه هو جات له اصابه. اصابه جامده شويه لسه يعني. في لسه يعني هو لسه هيعمل ان شاء الله بكره رنين، بس في دكتور قال له كسر، وفي دكتور قال له لا مش كسر ولا في منشأ العضلة. في منشأ العضلة. الإصابات كام ده يا كابتن يد؟ أنتوا بصراحة بيجي لكم إصابات. لعبة عنيفة، هي لعبة عنيفة طبعًا. لعبة عنيفة. بجد يعني الإصابة بتيجي إصابة يعني، اللي عنده إصابات العادية بتاعت الألعاب التانية سبين أنكل شد الحاجات دي يعني بتاخدوا سبرينة وخلاص. بالظبط. إنما أنتوا إصاباتكم كلها كسور بعد الشر حاجات. أو كمان يعني الحمد لله إن هو يعني في لعيبة في الحمد لله في بديل، بس هو في لعيبة سين برضه ما لهمش بديل بنفس القوة. المباراة يا كابتن بتاعت الزمالك. ماتش الزمالك ما شاء الله، والاجسام يعني ما شاء الله فرقتنا واضح اجسامها كويس. اتفضل. لا الحمد لله كمان يعني مش عايز انسى حد من الفريق، بس هو الفريق كله الحمد لله مع بعض كلهم. عندي دلوقتي مثلا موجودين في اسكندريه حاليا محمد سعيد، عندي عمر احمد، عندي حسام، دول موجودين في اسكندريه بيلعبوا مع الفرق الاكبر منهم من الصاعدين. وانا عندي كمان غير كده كمان مع حميد بيصعد، وعندي ياسر بيصعد، وعندي ادهم بيصعد، وعلشين بيصعد، بيلعبوا مع الاكبر منهم كمان ما شاء الله. بيلعبوا وكمان بياخدوا فرصه ممكن نشوفه. شفنا حتى حضور جماهير اهو في الملعب يعني، الناس كانت متابعاك، وانا كنت على صفحات السوشيال ميديا الحقيقه كنت شايف ان متابعين الماتش ويا جماعه روحوا الجمهور يخش عادي، فبتهيألي برضه مؤازرة الجماهير دي كان لها دور. ده كمان الجمهور ده كمان نص الجمهور كان موجود بره ان منع الدخول حتى اولياء امور كمان منعوهم. ما يقدروش يخشوا. طيب خلينا يعني نسألك عبد الرحمن، يمكن بطولة يعني غالية عليك اكيد ليك طموحات بعد كده، عايز تبقى مين؟ مين ماسك الاعلى؟ يعني شايف نفسك ازاي كمان سنتين ثلاثة، خاصة انت خلاص دخلت في الجد يعني سنتين ثلاثة تبقى مع الدرجة الأولى ان شاء الله. هو هدفي الاول السنه دي ان احنا ان شاء الله نجمع بين الدوري والكاس ان شاء الله،
وهو الكاس برضو خلاص يعني دور الثمانيه داخل و هتلعبوا مين بقى؟ لاعب الاولمبي وسكتكم بعد كده سكتنا في نص النهائي ان شاء الله الجيش وان شاء الله لما نكسب هيبقى الشمس والاثنين يعني من اكبر منافسين لينا الجيش والشمس سكتنا صعبه يعني الشمس لا بس هي مش صعبه هي صعبه ومش صعبه يعني طب ليه؟ عشان انت كده كده السنه دي راكب عليهم احنا كاسبين الجيش والشمس وفي نفس الوقت ان هم منافسين فيها دي الصعوبه بس اللي فيها ان شاء الله ربنا يكرمكم فيها باذن الله طيب مين ماسك الاهلي؟ في مصر ولا بره مصر؟ اديني الاثنين بره مصر نيكلاس لاندن جون الدنمارك ان شاء الله وحش تعرفه؟ لا انا بتابع ماتشات الدنمارك وعارف الجون بتاعهم طبعا الجون الدنماركات كلها بتبقى حاجه رهيبه هم ابطال عالم بتهيألي الدنمارك يعني بس هو دايما يوصلوا نهائي كده دايما يوصلوا الدنمارك مفيش كلام يعني انت جاي على فرقه رهيبه ومين تاني بقى في مصر؟ في مصر بقى كذا حد يعني في كابتن هادي رفعت طبعا في برضه حارس لسه طالع اسمه محمد عصام طبعا محمد عصام عارفينه لعب مع المنتخب صح؟ هو مع منتخب فريز تيم ولاعب كاس عالم السنه اللي فاتت 16 في هنا وطلع كويسه ما شاء الله ربنا يحفظه ان شاء الله تبقى نجم كبير بس لما تبقى نجم كبير ان شاء الله بنقول لك في نفس الوقت عايزينك وبتاع ما تقولناش موجود على طول دايما ان شاء الله خليني طبعا اروح لياسر الف سلام عليك الاول انا احنا عندك برد بنشكرك ان انت يعني حبيت تكون معانا وتكون في نفس الصلاه كلمنا عن البطوله كلمنا عن البدايه كلمنا عن اللعب اللي انت بتعمله كويس كانت بطوله صعبه الحمد لله قدرنا نخلصها قبل الماتش وعمر الوكيل احنا في اول اجتماع مع كابتن يحيى اتفقنا ان احنا هنعمل اللي علينا ان شاء الله ان احنا نجمع بين الدوري والكاس الحمد لله قدرنا نجمع بين الدوري ان شاء الله نقدر نخلص الكاس بصراحه الفرقه شايله بعض رجاله مع بعض بيتمرنوا رجاله ما فيش تقصير من حد بصراحه لسه بيتمرنوا في صاله واحد مش في اللي في الجزيرة. يعني برضو تمرينكم كان اكيد ليه طعم تاني اكيد بيشتغل في شغل تاني يعني كلمني على التمرين كان بيجي الساعه كام بيخلص امتى بتمرنوا كام تمرين في اليوم كلمني اكتر بالتفاصيل هو في فتره في الاول كنا بنتمرن تمرينتين في اليوم غير الجيم طبعا وساعات بنخش يعني تراك قبل التمرين يد ولا كان في لا تمرينتين يد وفي جيم في النص وفي ايام كان بيبقى فيها تراك ما فيهاش جيم كنا بنتمرن مواعيد التمرين مش ثابته قوي يعني ابتدت تظبط في الدراسه بالظبط يعني بصراحه كابتن يحيى كان مراعينا في الكلام ده الناس كانت بتضحي برضه بدروسها لو التمارين في مواعيد مش مظبوطه او حاجه والحمد لله سنه برضه ياسر لا ثانيه سنه ثانيه سنه طب عامل ايه في العذاب الاليم ده؟ الحمد لله ماشي كويس مركز في مذاكرتك الحمد لله طب قول لي يعني بطوله الكاس برضه بطوله مهمه يمكن كابتن يحيى السنه اللي فاتت خدت الدوري يا كابتن والكاس برضه حصل في المباراه دي خدت تاني قدام ان شاء الله السنه دي اكيد يعني عينكم على الكاس شايفين الماتشات الماتشين اللي فاضلين برضه هتلعبوا على المكسب متهيألي مفيش عند النادي الاهلي غير المكسب اتربينا في النادي الاهلي اولا على المكسب ممكن يكون السنين اللي فاتت ما كناش موفقين شويه بس السنه دي الحمد لله وفقنا ان شاء الله نقدر نجمع الكاس مع الدوري السنه دي وكله بيبذل المجهود اللي عنده ياسر انت طالع من اولاد النادي الاهلي صح؟ حسيت من كلامك طب قول لي يعني كنت ابتديت يد سن قد ايه؟ ابتديت يد حوالي 2007 2008 دخلت الفريق بعديها بسنه ونص تقريبا والحمد لله مكمل لحد دلوقتي. 2007 دي كان عندك سبع سنين. سبع سنين. يعني بدات صغير. كان في المدارس اللي في مدينه نصر. مدارس مدينه نصر. بدات بعد شويه خطوه بخطوه تحط رجلك في الفريق. الحمد لله. طيب قول لي يعني مين مسك الاعلى بقى جوه مصر وبره مصر؟ جوه مصر كابتن محمد ابراهيم. بره مصر لوكا كارباتيتش. ما شاء الله. انت كل واحد عارف مسك الاعلى عارف سكته ماشيه ازاي وعايز يبقى زي مين. مفيش يا رب طبعا يا رب طبعا وصلوا للاصابات دايما هي مشكله في الاصابات بس. تتابع عن اللي جايه. عارفة جدا اصاباتها قويه شويه فبتحتاج وقت كبير من اللعيب يرجع ربنا يسترهم كلهم يا رب طب ياسر قول لي يعني انت لما حد كان بيغيب بالاصابه الموضوع ده ما كانش بيضايقكم لان طبعا بيبقى لعيبه مؤثره ولعيبه منتخبات وربنا يشفيهم اكيد كسر خلى حاجات قويه بتقعد شهور الموضوع ده ما كانش بيحبطكم وتقول لا ده احنا خسرنا لاعب مهم الحاجات دي بتهد فرق خلي بالك لا هو كان بيقوينا اكتر عشان احنا بنبقى عايزين نعوضه بنبقى عايزين نفرحه وعايزين نشيل مكانه هو في لعيب هيأثر طبعا فاللعيب اللي مكانه بيشيل مكانه وبيتمرن احسن دي حاجه كانت بتدينا دافع اقوى ان احنا نركز اكتر مش طب لما لقيت على السوشيال ميديا الجمهور بيقول يلا وروح الماتش لا الجمهور طبعا كان عامل مهم جدا في الماتش ممكن يكون اهم عامل الجمهور بيحفز جدا بيساعدنا على المكسب والجمهور الاهلي يساعدنا بصراحه الحمد لله صحيح وخليني اقول ان هو يعني انتوا كان هدفكم تحسموا الدوري قبل نهايته بجولتين الموضوع ده ضغط عصبي زي ما قال كابتن يحيى بان عليكم اكتر في ماتش الزمالك بس برضه الخبرات بتفرق يعني انتوا اكيد
يعني عندكم خبرات ولعبتوا منتخبات، فعارفين ازاي تخلصوا الماتشات في الوقت الاخير. ما بالظبط الحمد لله الاهلي متعود اصلا يلعب لحد اخر دقيقه، لعبنا اخر دقيقه حميد الحمد لله ما شال اخر كره في الماتش بلس 90 برضه يعني، بس بلس 90 صب صب يعني. ففي الاخر قدر الحمد لله قدر يخلص بشكل كبير. طب يعني قول لي مين اكتر واحد تعب معاك في الموضوع، يعني خلينا نقول على المستوى الاسري. والدي ومامتي وبابايا يعني استحملوني كتير قوي. تعبوا معايا واستحملوني كتير لحد دلوقتي. ما تجاوبش اجابات دبلوماسيه اكتر. لا والله الاثنين تعبوا معايا، مش اجابات دبلوماسيه، مذاكره في العربيه ومذاكره وتوصيل وكل حاجه. معذره يعني، ربنا يكون في عونك. ربنا يخليك. خلينا نتكلم كمان وارحب باحمد اسامه. احمد يعني انت وينج ليفت الفريق ويعني ما شاء الله يعني ليك مستقبل. كلمنا عن البطوله برضو، كلمني انتوا كفرقه لما كان بيجوا عليكم ماتش جامد الشمس بتنافسكم والجيش بينافسكم، الماتشات ليه في الماتشات كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ حسيت في لحظه ان ممكن البطوله تروح يعني؟ كلمني بتفاصيل بينكم وبين بعض اكتر. هو احنا الحمد لله من اول ما تاني ماتش كان الجيش على طول المنافس بتاعنا، من اول ما كسبناه واحنا خدنا ثقه قلنا ان احنا فرق قد ايه؟ نعم سيبنا فرق قد ايه؟ فرق 3 او 4 تقريبا حاجه كده. اول ماتش مريح كمان. كان تاني ماتش في الدوري. الفتره دي عامل صفقه كبيره في اليد. الموضوع كله كان ان هو جاي ماتش الجيش ده تاني ماتش في اول موسم يعني بالظبط. تلعبت ماتش لعبت بورسعيد في اسماعيليه، بعدها على طول لعبت التاني، يعتبر ده اول ماتش قوي جدا، ده قوي وفريق مش واقف فيه وتقعد تدفع ثمن ده طول الموسم كله. فطبعا كان تاني ماتش بالنسبه لك. فلما عدت ليله الماتش، ليله الماتش كان في تمرين واتفقنا ان احنا مش هنضيع الماتش ده زي الموسم اللي قبله، وكابتن يحيى كان بيحفزنا اكتر فادانا دافع ان احنا نكسبهم ومستريحين. في الماتش فين؟ في صاله الجيش. صاله الجيش يعني كمان في ملعب في ملعبهم. ولما جولنا الدور الثاني في ملعبنا برضو كسبناهم الحمد لله. طيب وخلينا اقول الجيش ده كان تاني مباراه، ايه المباراه الثانيه؟ مباراه الشمس عملتوا فيها ايه كمان؟ مباراه الشمس برضو كانت عندنا في الصاله بتاعتنا برضو يعني كسبناهم، وكنا بقالنا كتير ما كسبناهمش، بس لما كسبناهم برضو ده ادانا دافع ان احنا نكمل من غير ما نخسر ولا ماتش وناخد الدوري قبل ما يخلص بفتره يعني. فتره كبيره. طب خليني اقول انتوا كفرقه مع بعض يعني كنتوا بتقولوا للبعض اكيد المدير الفني هو اول مين كابتن الفريق؟ هو انت كابتن الفريق. طيب انت كنت بتعمل ايه؟ دورك ايه؟ يعني خليني اتكلم انت كنت بتلم الفرقه ازاي؟ لو حصل مشكله خليني اتكلم بامانه، ممكن لعيب يبقى طالع مقير من تغييره لعيب ولا طبيعي يحصل كل الفرق، او لعيب ما لعبش كابتن يحيى ما حملش عليه وفروا المباراه. لا هو احنا عندنا في الفريق تقريبا يعني ما بيلعبوش يعني معظمهم ما بيفرقش معاهم وبيحفز اللي بيلعب وبيساعده وبيشجعه لو بيعمل حاجه غلط بيفوقه فيها وكده. تعرف يا احمد ان ده اصل المكسب يعني اللي انت بتقوله ده، مش بس الفنيات اللي انت بتقوله ده هو ده المكسب. طبعا يعني ان اللعيبه اللي جوه زي اللي بره واللي بره زي اللي جوه. برافو عليك. البنش زي اللي بيلعب هو ده المكسب. مش المكسب ان انت تروح اللي حط الجون يعني عبد الرحمن صد الكره الاخيره هو اللي كسبنا الماتش من غير ما يجيب جون. وعايز اقول حاجه ثانيه، ممكن يكون طول الماتش وحش مثلا. هو دي كانت انت كنت طول الماتش وحش؟ ما كانش في يومه بس بصراحه. لا هو كان في الماتش ما كانش يعني ربنا يوفقه، بس هو شال كتير، بس كان مروان عبد الله كابتن محمد عبد الله والله ما شاء الله معانا ضيفنا في استوديو التحليل دايما بيكون منورنا. كان برده كويس جدا في الماتش، بس هو كان ممكن ربنا رايد ان هو يكون عبد الرحمن حميد هو اللي يكون موجود عشان لا شوف ان الكلمه يعني هو عاجبني شجاعته يقول لك لا انا كنت وحش. بس قصدي اقول ان اللي بيلعب زي ما بيلعبش الوحش زي كويس. ولا ايه رايك يا احمد؟ هو يعني انتوا كنتوا حاسين ان ده المكسب، طب مين اللي زرعها فيكم؟ يعني مين اللي قال لكم اللي يلعب زي ما لعبش؟ والله يعني بص المنظر انا عايز بس يا جماعه نعيد المنظر ده كذا مره. معلش يا جماعه المنظر ده انا عايزه يتعاد كذا مره، اربع خمس ست مرات. عايز اشوف انطلاقه البنش وبيجري على اللعيبه في الملعب، لان هي دي الحقيقه، هو ده المكسب مش المكسب. يعني بص شايفين اللعيبه الفرح، مفيش حد زعلان، مفيش حد متضايق انه ما لعبش، حتى المصابين حتى المصابين يعني انا شايف لعيبه فعلا. بص العكاز ده نسوا الاصابه. يعني بص بالعكاز يعني 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 مصاب وبيشارك الفرحه مع اللعيبه. معلش يا جماعه المنظر ده او اللقطه دي تتعاد. كلمني عن اللقطه دي يا احمد. هو الحمد لله يعني احنا عمرنا ما عملنا مع الزمالك كده، احنا كنا مشدودين بس الماتش ده. دي الصده اللي انت بتقول عليها عبد الرحمن؟ لا دي اللي قبليها. دي اللي قبليها. هو طبعا يعني الماتش بصراحه الزمالك مش المنافس بتاعنا خالص. انا فاهم يعني في فرق في المستوى، بس الشد العصبي كان ضاغطكم شويه. فهو الماتش ده يعني ازم قوي في الاخر. هما برضو عمرهم ما كسبونا، ولو ان الماتش قريب وممكن ياخروا احنا مش حق شرع لاي فرقه. هو كده في يعني غير ان كان ماتش بطوله ان ده ماتش اهلي وزمالك، ما ينفعش نخسره. هي دي الصده. دي الصده بقى اللي انت صديتها عبد الرحمن. هما خلاص كان ناقص 10 ثواني هما جروا الملعب كده. لعبوا لعبه سريعه، دي كانت النتيجه 21 و20
لا 22 21. وحش يا ابني. خلاص خلاص ده كان حكم صفر بقى. بص بقى اللقطه، بص بص اللعيبه كله جاي على عبد الرحمن خلاص بقى. هو هو هي دي الروح. منكم يعني هتخبطوا عيني، بس يعني اصابته ما بلعتوش ان شاء الله العظيم يا جماعه. المنظر ده يعني يدرس. اتفضل يا احمد، يعني عايز اسمعك اكتر، يعني حتى احتفالكم مع الجماهير، احتفلتوا مع بعض ورحتوا للجماهير، حتى بص الجماهير نفسها. هو احنا تقريبا ده اول يعني من اول او تاني موسم يجي لنا الجمهور فيه، ويعني نكسب الدوري طبعا ده اول موسم بالنسبه لنا، فاحنا نكسب الدوري الجمهور يبقى حاضر، ده بالنسبه لنا كانت حاجه حلوه قوي ان احنا فرحه وهم ماشيين يعني وكده. لقطه يعني بصراحه يعني لو قعدنا نتكلم عنها كتير تبين قد ايه الروح، يعني ممكن تكسبه وخلاص يعني نهني بعض شويه، انما الانطلاقه والدفعه دي على بعض ومشاركه حتى المصابين هي دي روح النادي الاهلي. بس احنا ضحينا كتير كفريق اصلا عشان اللقطه دي. احنا اتظلمنا واتقال علينا كلام دايما، و اللي هو بقى لنا كذا سنه بنخسر. البطوله دي كانت تحدي بالنسبه لكم. كنا بنسكت كل اللي كان بيتكلم. عهد على نفسنا الاول من اول يوم اتجمعنا فيه قبل حتى ما نعرف كابتن يحيى ولا يعرفنا، ما كانش يعرف اسامينا حتى. حسيت ان انتوا لا احنا احسن واحنا نقدر نحافظ على احنا كنا كل دايما بنوصل لحد الاخر، حتى لو كنا كسبانين مثلا في النهائي يعني ما بيبقاش فيه توفيق. هو كابتن يحيى بقى عالج الحته دي، ان احنا دايما بنبقى حتى السنين اللي كنا بنخسر فيها كان دايما طول الماتش احنا كسبانين. احنا اتعودنا بقى ان احنا لما نفرق خلاص الماتش بتاعنا. دي صعبه جدا حته ان انت تغير نفسيتك لحته من عدم التوفيق، ان انت لا عندك ثقه في المكسب. الموضوع ده صعب. ده غير الروح بقى. الروح اللي انت شايفها دي صراحه كل الفرقه كانت رجاله يعني كله مع بعض. الاخيره دي انا بقول ده انفراد، ده انفراد. ايوه انفراد على الدايره وانفراد، وهيحط الكره اكسترا تايم والله اعلم بقى. على فكره هو الصد دي لو ما كانتش وهو ما كان صدها كان الماتش يخلص تعادل، وبرده الماتش اللي بعده هنحسم الدوري، بس احنا كنا عايزين نحسمه الماتش ده. ده مجرد حلو ان انت تحدد طلب من بعض يعني تحسس ان انت نفسك الثقه ترجع لكم تاني. يعني نروح احنا المنافس بتاعنا الاول هو الشمس، هنروح له ماتش وخلاص احنا كده خدين دوري. يا احمد الثقه كمان ترجع لكم جامد امتى ان شاء الله؟ بالكاس كمان ان شاء الله. يعني بالكاس هو كده ان شاء الله الكاس بتاعنا الثقه رجع، بس الكاس هي يعني عارف بقى هيبقى زي ما بيقولوا ايه شابتر كلوز، خلاص الشابتر اتقفل، الفرقه دي فرقه بطوله. هو الحمد لله الموسم ده ما حدش هيقدر يقف قدامنا باذن الله. الحمد لله ان شاء الله يعني ان شاء الله. احمد عاجبني الروح اللي بتتكلم فيها ككابتن فريق، وعاجبني يعني، بس انت شكلك صغير يا احمد. ايه؟ انا يعني كابتن فريق شكلك صغير. بيبي فيس خالص يا جدع. ثالثه ثانوي. انا عارف ثالثه ثانوي بس وشه بيبي فيس خالص، بس لعلمك اللي بس خلي بالك بيحير اللعيبه ده. انا عارف والله ده مشكله طبعا اللعيبه، وكمان خلي بالك اللي بيبقى وش بيبي فيس ده بيبقى كارثه. طب اقول لك حاجه ثانيه؟ اسمه سحليه والله. كنتوا بس طبعا لانه هي عنده القدره على المراوغه. سحالي سحالي يعني سحالي. خد بالك السحليه دي ما تعرفش تمسكها انت كده في الملعب. خلي بالك هو بيلعب وينج وبيلعب سنتر هاف كمان بلاي ميكر كمان، وعنده هي وعنده نقطه ساعات كنت بحتاجه في بعض المباريات ان هو يلعب بلاي ميكر، ان هو عشان بيعرف يعدي جسمه وسريع، عنده التوف وورك بتاعه سريع فيقدر يعدي. لعلمك واضح ان احمد دماغه جامد قوي. بس خلي بالك هم الفرقه دي عزبوني. عزبوك يا كابتن. كل واحد واضح ان كل واحد ليه كاركتر تاني خالص. بص يعني عبد الرحمن كاركتر، احمد كاركتر، ياسر كاركتر، موضوع يعني هيحير. بص كابتن ياسر، انت تتعامل مع 29 لعيب، انا شايف 29 لعيب صعبة جدا شوية، اللي انت هتخليهم ماشيين على لاين واحد او هدف واحد، هذه كلها بتحتاج منك شغل شوية، فده متعبين شوية. بس خد بالك يا كابتن انا عاجبني روح اللي بينكم، عارف انت القط والفار، انا عاجباني الموضوع ده ان انتوا. لا بس هو احنا مهما يعني كابتن تعب مننا كده، احنا كل قبلك اول قبل كل ماتش بنلم نفسنا عشان نكسب الماتش ده، حتى لو ايا كان، حتى لو الفرقه فكه او حاجه او ناس مش مركزه. بنعرف قبل الماتش وعاملين حاجات. بس مع الاصابات يعني لونج ليفت لؤي ولونج رايت تامر لونج المنتخب اللي مصاب، دول يعني كانوا بيجوا كل الماتشات تقريبا، مع حتى الناس اللي يعني في كابتن فريق كمان، كابتن احمد اشرف كان كابتن فريق بطل. لا بطل بطل الدراسه، بس بيجي لنا الماتشات معانا على طول. برضو هو في الماتش معانا في الماتش ده. انا عجباني روح على فكره. محمد تامر برضو حريف زي سحريه كده. محمد تامر كمان عندكم في الفرقه حريف. لا احنا عايزين لكم حلقتين ثلاثه. لا وخلي بالك خلي بالك الروح الروح بتاعت براحتك قدام الكاميرا. لا انا الجماهير قاعدين قاعدين في النادي الاهلي. اتفضل يا احمد قول. والروح اللي بين الفريق هي اللي جابت الماتش ده. خليك محافظين على الروح دي ان شاء الله لغايه ما نجيب الكاس ونحتفل بيكم هنا ان شاء الله. غير بقى ان كابتن يحيى اصلا دايما قبل اي ماتش تقيل بيحط لنا تحت ضغط،
وفي في شخصيات في الفرقه اللي بتعرف تلم الفرقه وتطلع يعني غير ان احنا بنتحط تحت الضغط قصده رسمي لا والله مش قصدي رسمي بص خلي بالك انا في شغلي في شغلي عموما في شغلي يعني وكده امتى شد وامتى ارخي واقتل شويه في حاجات معينه كده وده ده مهم يعني صحيح بس ساعات انا ببقى في ناس في الفريق كده بعرف اكلمها تعرف هي تجيب الدنيا ازاي صحيح هتلم الدنيا ازاي هتلم ورايا في حاجات معينه يعني بس برضو اللعبة كلهم بشكرهم كلهم بجد يعني بس برضو بالشكر كابتن عاصم كابتن محمد عادل كابتن صابر حسين كانوا مدعميني بشكر طبعا كابتن احمد فخري ده الفريق بيتعب مني جدا مع الدكتور ايهاب اسماعيل تعب معاهم جدا لما يكون عندك اصابات جامده في ماتشات وماتشينهم كل يوم ورا بعض الاصابات دي بيتعب بصراحه بشكرهم جدا اكيد يا كابتن واحنا بنشكرهم مع حضرتك الوقت مر سريعا ولازم نستضيف طبعا نجومنا اللي فاضلين كابتن يحيى السويسي في المدير الفني بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني والف مليون مبروك لسه بعد ما نستقبل بقيه الضيوف هنجيب تورته برده وهنقعد نحتفل معاكم برده كمان والله جعان قوي بشكر انا كمان بشكر ياسر محمد شكرا جزيلا طبعا بشكر عبد الرحمن حميد حارس المرمى حميد بشكر احمد اسامه بشكركم يعني اتمتعت معاكم باللقاء ده بامانه احنا كمان اخواتي اعزائي المشاهدين هطلع فاصل طبعا عشان نستقبل باقي نجوم الفريق مواليد 2002 اللي حصل في الدوري العام في منذ ايام خلينا نحتفل معاهم ونستمر ونقول دايما شعارنا اهلي اسطوره كل يوم بطوله فاصل صغير وارجع لحضراتكم لسه مكملين مع حضراتكم احتفالنا مع فريق كره اليد مواليد 2000 اللي حصل بطوله الدوري طبعا وحسم البطوله قبلها بلقاءين الحقيقه يعني دول ابطال من نوع فريد فلازم نستكمل معاهم كمان احتفالنا برحب بونجرات الفريق محمد نادر اهلا بيك يا محمد اهلا وسهلا محمد والف مليون مبروك منور قناه النادي الاهلي الله يبارك فيك بنرحب بالباك رايت محمد لاشين اهلا يعني برحب بيك ونقول لك الحمد لله على السلامه الله يسلمك طبعا انت يعني مشكورك ان انت جيت برغم اصابتك وان انت ماشي على عكاز بس الحمد لله بس دي حاجه بسيطه يعني شرف كبير والف مليون مبروك ربنا يخليك برحب اكيد بالسنتر هاف ادهم جمال منورنا اهلا بحضرتك والف مليون مبروك ومزيد من البطولات بقى عايزين الدنيا تفتح معانا ان شاء الله الله يبارك في حضرتك وبرحب بالسنتر فرويد بلال علي بلال منورنا منور حضرتك والف مليون مبروك الله يبارك فيك يمكن ابتدي بمحمد محمد كلمنا عن البدايه ابتدينا ازاي الماتشات كانت ازاي كان تاني مباراه كانت الشمس عرفت من زميلك كانت مباراه الجيش انا اسف كانت مباراه صعبه كانت تاني مباراه في الدوري كلمني عن الرحله كلها منذ البدايه هو احنا يعتبر بدانا الموسم من شهر 7 كان اول حاجه كان كابتن يحيى كان اجتمع بينا كان اتفقنا من اول شهر 7 ان احنا باصين لشهر 4 ان شاء الله نرفع الكاس والدوري مع بعض وهو ده اللي اشتغلنا عليه في التمارين وطبعا بقى الماتشات احنا اول كان تاني ماتش لينا زي ما حضرتك قلت ماتش بتاع الجيش بالظبط وكان في الجيش يعني ماتش كان صعب يعني البدايه بتبقى دايما اهم شيء وكمان طلع الجيش فريق من الفرق المنافسه لينا وكان السنه اللي قبلها كنا ربنا ما وفقناش وخسرنا منها فكانت بالنسبه لنا حاجه مهمه ان احنا نكسبها في اول في البدايه زي ما حضرتك قلت وده طبعا ادانا دفعه كبيره ان احنا نكمل بقيه الموسم طب انت في ثانويه عامه محمد كلمني عن برضو الموضوع الصعب يبقى عندك دروس عندك التزامات
طبعا مع مدرسين مع مدرستك، وفقت بين ده ازاي والبطوله؟ هو احنا من بدايه الدراسه يعتبر كان كابتن يحيى متفق معانا ان احنا مظبطين دروسنا ان هي تخلص لحد وقت معين، بعد كده التمارين بتبقى من بعد الوقت دوت، فكنا على كده بقى بنظبطها. وفي نفس الوقت برضو كان في اوقات بنضطر اذا كان ماتشات او اذا كان في حاجه مهمه بالماتشات يعني، فكنا ساعتها بقى بنأجر دروس. بس تعب تعب جامد عليك يا محمد برضو يعني، بس المكسب في الاخر بينسي كل التعب ده بامانه يعني. انت اللحظه اللي انت يعني رفعته فيها او يعني فزنا فيها في ماتش الزمالك في النهايه اكيد نسيكوا كل حاجه. هو طبعا احنا اول سنه لينا ناخد دوري، وده احنا طبعا حاجه بالنسبه لنا اكيد بيسعدكم جدا. طبعا طبعا طبعا، واكيد ان شاء الله الكاس بتاعكم يا محمد. انا عاجبني الروح اللي انتوا شغالين بيها والروح اللي انتوا يعني بتظهروها او عايزين توصلوا ليه، دوري وكاس، وان شاء الله تاخدوا دوري وكاس ان شاء الله. بروح طبعا لمحمد لاشين، الف سلام عليك، كلمنا عن اصابتك الاول يا محمد. الله يسلمك. انا كنت في نص الموسم من شهر كنت بتمرن تمرين عشان كنا بنجهز لماتش الجيش، صاله الامير عبد الله الفيصل، صاله بتاعه مقر الجزيره. تمام تمام. كنت بجهز لماتش الجيش فوقعت وكسرت وجالي كسر في الركبه. وقعت ازاي؟ كان التحام؟ كان كان التحام، كنت نطيت عالي ووقعت غلط فركبتي اتكسرت. ركبتك اليمين يا محمد؟ ركبتي اليمين. طيب وعملت عمليه؟ عملت عمليه تاني يوم على طول. الجهاز الطبي قال ان انا محتاج عمليه عشان انا رجلي ما تستحملش، وانا كنت بتألم جامد يعني. عليك النادي يعني على طول فورا. الم كسر، الم فظيع، الله يكون في عونك. ما حاجه بصراحه تحسب للنادي يعني. وتاني يوم ركبت اربع مسامير تقريبا في ركبتك، مظبوط؟ تمام، ركبت اربع مسامير وشريحه. ما اتجبستش يا محمد؟ صح. لا عشان انا رياضي فالمفروض ان انا اشتغل على رجلي والكلام ده كله. طب انت الدكتور قال لك مفترض ان انت الالم يبتدي يخف امتى او تحس بتحسن كبير امتى؟ قال لي المفروض بعد شهرين لما تبتدي تدوس على رجلك، تبتدي تاهيل وعلاج طبيعي وكده، تبتدي الورم والوجع يبتدي يقل مع الوقت وكل شويه تحس بتحسن. بتعمل علاج طبيعي؟ لازم يكون في علاج طبيعي حتى لو في وجع. بتعمل دلوقتي ولا لسه الدكتور ما قالكش تبتدي؟ لسه هبتدي بعد بكره. ان شاء الله وضع طبيعي. اول ما الالم بيتحسن شويه وضع طبيعي الدكتور بيقول لك ابتدي. طب قول لي يعني زمايلك كانوا حاسين بفرحتك يعني؟ تقريبا انت كنت في ارض الملعب وانت مكسور يعني، غيابك برده كان دعمك ليهم. كلمني، كنت بتساعد فرقتك ازاي وانت بعيد؟ انا لما كسرت كان في تاني يوم بعد العمليه كان عندهم ماتش الاولمبي وبعديها بيوم ماتش سموحه. بعد ما فوت من العمليه اول حاجه سالتها الفرقه عملت ايه وبتاع، وخليت بابايا والدي يروح يتفرج على الماتش عشان يقول لي ايه اللي حصل وبتاع. واول ما الدكتور كتب لي ان انا اقدر ادوس على العكازين وكده رحت ماتش الزمالك ورحت ماتشات مهمه ورحت ماتش الجيش حتى وانا مصاب وبتاع الحمد لله. انت يا محمد روحك عاليه جدا والله، ربنا يخليك لباباك ومامتك. بس قول لي يعني انت منتخب مش كده يا محمد؟ مش كده انت عندك تحدي دلوقتي كبير، انت لعيب مش صغير، لعيب منتخب، عندك تحدي الاصابه. على فكره مفيش حاجه صعبه، انت سنك صغير ومهما كان اي اصابه تقدر ترجع تاني منها طبيعي، فعندك تحدي العلاج الطبيعي، عندك الاصرار والعزيمه. العلاج الطبيعي هيبقى صعب وهيبقى محتاج عزيمه، عندك جاهز لده؟ جاهز جاهز مليون في المية. كمان ترجع أنا تاني ان شاء الله الملعب، ان شاء الله ان انا ارجع وافيد فرقتي، وان انا لو ليا نصيب ان شاء الله ارجع منتخب كمان وافيد بلدي، وان انا اقدر اقدم كل اللي اقدر عليه. ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا محمد. ان شاء الله. طب ادهم برضو اجيلك يعني، انت سنتر هاف الفريق والمركز ده مهم جدا طبعا. كلمني يعني انتوا كام لاعب في المركز ده الاول؟ احنا ثلاثة مثلا او اربعة. ثلاثة. طب قول لي بامانة لما كان حد بينزل او منكم او يطلع كان بيبقى فيه غيرة ولا اللي في الملعب مش فارق مين اللي بيلعب؟ هو لو كان فيه غيرة ما كناش كسبنا. برافو عليك. يعني هو جوه الملعب زي بره الملعب. ثلاثة نفس الروح، بينزل بيأدي اللي عليه. كابتن يحيى مدي لكل لعيب وظيفة بيأديها. برافو. يعني مثلا سحلية أحمد أسامة بيلعب سنتر اوف. لا ما انا عارف، ما هو خلاص عرفت اتكلم براحتك عادي. ساعات بينزل في وقت مثلا عشان هو جسمه صغير ممكن يعدي يحل موقف. كل واحد له دور. كله ليه دور. ومفيش حد يعني بتهيألي مثلا حد فيكم كان بيزعل لما يقعد بنش كابتن يحيى يقول له لا اقعد ما ينزلش وقت كبير، يعني الموضوع ده مش متواجد عندكم خالص. لا طبعا نهائي. وبانت حتى في في في, في لحظه الفوز في ماتش الزمالك كلكم بتجروا على بعض ومفيش حد ما حدش فاكر اللعب قد ايه. طب قول لي انتوا في الاوضه اللبس يعني، او في خلينا نقول في الاوتيل الاول وانتوا رايحين الملعب
بتمروا على الاوض مع بعض بتقولوا ايه؟ يعني ايه الكلام اللي بتقولوه؟ يلا يا رجاله حد بيفوت بيمر عليكم؟ يعني احمد كابتن فريق هل كان بيمر عليكم؟ انتوا لوحديكم؟ يعني كلمني على الكواليس اللي في الاوتيل قبل ما تروحوا. احنا اللعيبه اللي بتلعب الشوطين زي بنتجمع مثلا في مكان نقعد بنتكلم في الدور اللي علينا. دي طبعا اول سنه ناخد دوري وسنه متعبه من الاول، فبنتكلم لازم نعمل ايه في الماتش، وبننسى الضغوطات اللي علينا اذا كانت من الجهاز او من المدرب. اللي بينزل لازم يأدي، كله يكلم الشوط بتاعه، كل واحد يعمل اللي عليه. بينكم من بعض يعني؟ اه طبعا. مفيش اي مشكله خالص؟ وكابتن يحيى ما كانش بيحضر معاكم؟ لا لا. كنت بتتعهدوا على المكسب؟ طب كنت بتقولوا لبعض ما لناش دعوه بالتحكيم هنلعب؟ يعني الكلام ده برده كنت بتقولوه ايا كان اللي هيحصل احنا رايحين نكسب؟ يعني برده كنت بتحذروا بعض من اخطاء ممكن تقع فيها ولا لا؟ هو ممكن احنا مثلا وقعنا في اخطاء في اول موسم مثلا اذا كان التحكيم، بعد كده عالجناها يعني. برافو، هو ده المهم، اللي انت تعرف اخطائك وتعالجها. طب الاصابات اللي حصلت في الموسم، يعني لاشين ربنا يشفيه، دي دفعتكم لقدام ولا حسبتوا؟ هو احنا الموسم مثلا 5 لعيبه مهمين او 6 لعيبه مهمين اتصابوا ولاعيبه اساسيه. صحيح. بس الموسم ده بالذات اللي كان بينزل كان بيأدي. ممكن عشان كده كسبنا مثلا. عاجبني روحك جدا ادهم بامانه والله، يعني عاجبني جدا ان انت عارف انت عايز تكسب ازاي وكلكم بتتكلموا نفس اللغه. ربنا يوفقك ويكرمك يا رب ان شاء الله. اروح لبلال سنتر فورورد الفريق. بلال كلمني برضو عن مشوارك مع الفرقه، كلمني على ازاي كنت تقدر تساعد فرقتك، كلمني منذ البدايه بلال. واحنا الحمد لله يعني ان احنا كسبنا الدوري الحمد لله، يعني طبعا بستاف يعني كابتن يحيى كان قايل لنا من الاول ان احنا عينينا على الكاس والدوري ان شاء الله نرفعهم سوا، فالحمد لله يعني كل واحد ادى دوره وعمل كل حاجه اللي عليه الحمد لله وربنا كرمنا واخدنا الدوري. قول لي في المذاكره انت عامل ايه برضو الحته دي؟ برضو موضوع صعب عليك يا اولاد؟ هو يعني تمام يعني، بس طبعا لو بيبقى في ميعاد تمرين مع درس التمرين ولا لا الاولويه التمرين طبعا. طبعا الحمد لله طبعا مفيش كلام. طيب وكلمني عن برضو دور اسرتك، اكيد كانوا بيحاولوا يوفقوا لك وقتك، ما يضيعلكش وقتك بشكل كبير، كلمني كنت بتعمل ايه في يومك في يوم كامل؟ هو يعني لما بنبقى مثلا تمرين بالليل مثلا او حاجه فوالدي بيجي ياخدني مثلا بيساعدني كده يعني. فهو انت ساكن بعيد عن النادي؟ لا مش قوي يعني. لا مش قوي يعني، فهو ده ممكن هو ده اللي كان بيساعدك شويه، يمكن في بعض اللاعبين اللي ساكنين بعيد. طيب انت في اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي؟ انا في ثانيه. في ثانيه ها؟ برضه تعتبر يعني برضه شهاده وتعتبر مطالب منك نتائج برضه. طبعا. طب قول لي انت مين ماسك الاعلى؟ نعم؟ مثلك الاعلى يعني عايز تبقى زي مين؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم وحش الدرجه الاولى. اه طيب انت يعني كلمني عن المنتخب، كلمني طموحاتك مع المنتخب، نفسك تشارك معاه يعني كلمني. طبعا كل واحد طبعا نفسه ان هو يشارك مع المنتخب او يخش المنتخب، وان شاء الله يعني انا يعني نفسي اخش المنتخب. شغال على نفسي واخش المنتخب ان شاء الله. طب قول لي يعني الفرقه بتقولوا يعني زمايلك قبل قالوا لي الفرقه اتظلمت شويه، كنا بنيجي للاخر وما نكسبش، كنا بنيجي في ماتشات مهمه ونيجي نخسر في الاخر، يعني الحته دي كانت صعبه جدا الحته النفسيه ان انت تقلب من دي لان انت فرقه بطوله. اشتغلتوا مع بعض ازاي في الموضوع ده؟ انا عايز اسمع تعليق كل واحد على الحته دي بالذات. يعني هو احنا كنا الحمد لله كان عندنا روح وكل حاجه وكنا يعني تمام وكلنا كنا فاهمين بعض وكلنا كنا عايزين نوصل للمكسب، حتى لو كنا خسرانين كنا بنحاول نكسب يعني والحمد لله كسبنا وكل حاجه. طب قول لي انت يعني لسه عندنا الكاس. ان شاء الله. وتفكيركم طبعا انتوا عايزين دوري وكاس. طبعا. يعني مأجلين الافراح، مأجلين زي ما بيقولوا يعني الفرحه بالدوري. يعني قصدي اقول فكيتوا ولا لسه مركزين بنفس التركيز عشان الكاس؟ لا طبعا لسه مركزين بنفس التركيز على الكاس ان شاء الله. يعني هدفكم الكاس، الكاس امتى يا كابتن؟ الكاس عندنا يوم 23 قريب جدا يعني خلاص. احنا بنتكلم النهارده في حوالي اسبوعين. الاسبوع الجاي نهائي اخر الدوري، اخر ماتشين في الدوري. اخر ماتشين بتلعبهم يوم ايه ويوم ايه؟ يوم 4 وخميس. 4 وخميس. وبعد كده هتاخدوا اسبوع بتهيألي راحه؟ لا الاسبوع ممكن يبقى يوم راحه. يوم راحه وبعد كده نحضر للكاس ان شاء الله. لا انا بتكلم على الماتشات، هتريحوا يعني تمرين يوم راحه. ده اذا ادهولكم كابتن يحيى اصلا. وبعد كده هتبتدوا يمكن بعديها باسبوع و10 ايام تبتدوا بقى في الايه؟ كاس. في الكاس. الكاس هيبقى اول ماتش ان شاء الله مع الاولمبي. مع الاولمبي. فين بقى؟ اسكندريه ان شاء الله. لا هنا اسكندريه. اسكندريه. وبعد كده هيبقى عندكم في سكه كنت قلتوا لي هيبقى الشمس جيش. الجيش ان شاء الله. تاني بيبقى تاني يوم على طول ولا بيبقى؟ لا 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 بيبقى نص نهائي ونهائي ان شاء الله لو ربنا وفقنا في الامارات. نص نهائي ودور الاربعه بيبقى من يومين ورا بعض. بيبقى نص النهائي والنهائي بيبقى في يومين. ده هيبقى مثلا ايه خميس جمعه او جمعه سبت حاجه زي كده؟ لسه ما حددوش. لسه ما حددش. بس هو هيبقى يعني بيتهيألي نفس الكلام يعني
هيبقى بتلعبوا ماتشين ورا بعض زي ما بتلعبوا انتوا ماتشين ورا بعض في الدوري. يعني مفيش، مش قصدي اقول ان هيبقى عليكم ضغط ولا حاجه، انتوا بتلعبوا ماتشين في الدوري ورا بعض، هتلعبوا في الكاس برضو اللي قبل النهائي والنهائي، بس هيبقوا ماتشين صعبين يعني. هم هيبقوا تعب يعني، مثلا في الدوري ما بيجيش ماتشين جامدين ورا بعض ديربي في يوم واحد. صحيح. انت لو ربنا كرم ووصلنا سيمي فاينال نقابل الجيش. صحيح. تكسب سيمي فاينال تقابل الشمس، ماتشين ديربي يعني خلينا اقول ان الشمس برضو سكته سهله شويه يعني، الشمس هيقابلكم في النهائي على طول، انتوا هتقابلوا الجيش قبل النهائي. فاذا الشمس يمكن مش هيقابله اول ماتش جامد، هيقابله يمكن هو الكاس. طب قول لي يعني انتوا بعد الكاس بتوقف الموسم خالص صح؟ مظبوط. بيكون الموسم خلص ان شاء الله، بيكون الموسم خلص، بتبتدوا تركزوا بقى في مذاكراتكم بقى والايه والقصه دي، نلم الدنيا شويه ويبتدي بقى الاستعداد للموسم الجاي. في ناس منكم هيقعدوا السنه الجايه برضه بيلعبوا في نفس الفريق، وفي ناس هتطلع. صحيح يعني. طب قول لي الاكتر يعني هيقعد ولا هيطلع؟ يعني انتوا اللي باقي قوام الفرقه السنه الجايه هيبقى اغلبهم من الفرقه دي ولا من اللي طالعين لكم؟ لا من الفرقه طبعا. من الفرقه يعني انتوا كمان اغلب الفرقه الصغيرين. طب ده حاجه كويسه جدا يعني، انتوا لما تلاقوا يعني الصغيرين هم قوام الفرقه، فلما هيطلع الكبار هيجي لكم من تحت، هتقدروا ان شاء الله السنه الجايه برضه تقدروا تحققوا نفس النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله خير. طب قولوا لي برضه يعني عايزين، يعني انتوا 30 لاعب واكيد بيتم اختيار في مجموعه مصاب ربنا يشفيها، في مجموعه بيبقى بره السكور، هل في حد بيزعل شويه لما يطلع بره السكور؟ لا كلنا نفس الروح، كلكم نفس الروح، كلنا نفس الروح. بحب اسمع الكلام ده من الكل عشان احنا بنسجل واللي هيغلط هتبقى مشكله. نورتوني شرفتوني يا جماعه بجد، وبشكركم شكرا جزيلا. بشكر طبعا بلال علي، طبعا بشكرك شكرا جزيلا. محمد لاشين بشكرك وبقول لك الف مليون سلامه، ونشوفك احسن من الاول يا رب. الله يسلمك. طبعا بشكر ادهم جمال شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. وبشكر محمد نادر شكرا جزيلا، والف مليون مبروك يا اولاد. شكرا. اعزائي المشاهدين يعني هنطلع زي فاصل صغير، وهستقبل بقى كل النجوم مع بعض، ناخد صوره تذكاريه دائما ابدا. الحقيقه ده تاريخ لكل واحد، تاريخ ليا انا حتى شخصيا ان انا شاركت فرحه نجوم زي دول فرحتهم. فاصل صغير وارجع لحضراتكم تاني. جدا واستاذ رائع ان انا اقف وسط وحوش زي دول ما شاء الله، وحوش غيروا يعني زي ما بيقولوا التاريخ، ان يعني قالوا احنا لا لازم ناخد دوري وناخد لازم ناخد كاس. مدير فني قدير زي كابتن يحيى يوسف الحقيقه يعني لا يدخر جهدا ابدا لرفع اسم النادي الاهلي. انا بشكرهم وسعيد جدا باللحظات اللي قضيتهم معايا في الاستوديو، وده دورنا كملوك الصلاه ان احنا ورا هذه الابطال، وان شاء الله خليكم فاكرين الابطال دول في يوم من الايام هم اللي هيرفعوا الرايه، رايه الفريق الاول ان شاء الله محليا وافريقيا. بشكر طبعا كل
الفريق، بشكر كابتن يحيى، بشكر كل الفريق، شكرا جزيلا. واكيد هيكون لنا لقاء تاني باذن الله معاهم باذن الله بعد ان يتوجوا لكاس مصر. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى لقاء غدا مع ملوك الصالات واستكمال بطوله افريقيا لكرة الطائرة سيدات. هنستكمل معاكم بكرة مباراة نادي الشمس ومباراة نادي الأهلي. إلى اللقاء غدا بإذن الله، وشكرا على حسن المتابعة.